من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه، قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أنه هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. وقال للتلاميذ كده: الحصاد كثير، الفعلة قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. الجزء ده البرنامج عنوانه حياة الخادم، إزاي ربنا عايز يعد خدام يستخدمهم في حصاده، يستخدمهم لجمع النفوس المشتتة والبعيدة إلى ملكوت السماوات. أصلي إن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا اللي بتدور حول حياة الخادم. وفي الجزء ده بنتكلم عن حياة الخادم كتلميذ. ولما بنتكلم عن تلميذ تكلمنا عن منهج وتكلمنا على منهاج، ولما تكلمنا عن منهاج تكلمنا عن محتوى المنهاج، وبعدين تكلمنا عن ما نسميه فلسفة المنهاج. إيه المبادئ الحاكمة؟ إيه الفكرة اللي من وراء هذا الترتيب؟ إيه الفكرة الرئيسية اللي المنهاج ده بيحاول إنه يقدمها؟ بيحاول يتعامل مع إيه؟ بيحاول يعالج إيه من القضايا الحياتية واللاهوتية اللي إحنا بنعيشها النهاردة؟ فوقفين عند الجزء دوت وتكلمنا عن ثلاث حاجات، وقفين عند نقطة ثلاثة اللي هي المنهاج ده مبني على فكرة مركزية الله. مركزية الله، أنا بعرف ربنا بإعلان الله عن نفسه مش مننا. مش ببص للخليقة وبعرف ربنا منها. السماوات تحدث مجد الله والفرك يخبر بعمل يديه، لكن دي بتوريني قدرته، بتوريني ذكائه، لكن مش بتوريني شخصيته الأدبية الأخلاقية، مش كده؟ لو بصيتها في الإنسان هتطلع مشوهة جدا، ودي جزء من التشوه اللي في صورة الله عند الناس، إن الناس بتشبه الله بالإنسان، فبيطلع غضوب وبيطلع متسلط وبيطلع أناني وبيطلع حاجات كتيرة قوي قوي من اللي بنسمعها. لكن أنا عايز الله بيعلن عن نفسه، إعلان الله عن نفسه، هو ده ربنا. لدرجة بقى عمل إيه في الآخر؟ ها؟ قال إيه؟ ما بدهاش، جاب نفسه عشان يقول أنا أهو، أنا ده. عشان كده إعلان الله عن نفسه في المسيح يسوع هو الإعلان الكامل عن من هو الله. مهمة الحكاية دي. ولو فاكرين في دراسة معرفة الله قلنا إيه أهمية معرفة الله؟ قلنا خمس حاجات كلهم أهم بعض: إني أحبه لذاته، إني أثق فيه لأني عرفته هو، إني أتغير إلى صورته، إني أستريح في العلاقة، إني أعرف أشهد عن إله حقيقي ما أقدمش صورة مشوهة. ودول أهم خمس حاجات في الحياة المسيحية. مركزية الله. طيب عايز أعرف إيه في ربنا؟ إيه اللي جواه اللي أنا مهتم أن أعرفه؟ هو مين؟ ومكانته إيه تبقى؟ في الحق مكانته ايه في الكنيسة؟ يعني ايه؟ يعني في العبادة احنا بنعبد الله. لما تكون الترانيم كلها اللي احنا بنعبد بيها ربنا بتدور حواليا: انا تعبان، انا مسكين، انا غلبان، انصت الي، اعني يا رب، اسمها عبادة. يبقى مركزية الله في العبادة، واللي يبقى مركزية الانسان. لما تكون صلواتنا بتدور حوالينا شكوانا واحتياجاتنا، يبقى دي عبادة. مركزية الله بمعنى مكانته في العبادة. لما بسبح بسبحه هو، لما ببص ببص عليه هو، لما بسجد بسجد ليه هو، لما بطلب بطلب ليه هو. دي الفلسفة، دي الفلسفة بتاعت هذا المنهاج. من هو الله ومكانة الله؟ مكانة الله بالنسبة لي إن ربنا يبقى هو الأهم، هو البداية والنهاية، هو الألف والياء، هو الكائن والذي كان إلى آخره. في معرفته قلنا التقسيمة اللي احنا عملناها، اللي احنا مش عملناها، خذها من تشارلز فيني، ملناش كريدت فيها خالص، احنا وضحنا بس شوية حاجات فيها بسيطة. بتقول انه في لازم نفرق ما بين ما نسميه صفات
طبيعية تتعلق بقدرات الله، بطبيعة الله، بهوية الله، وبين الصفات الأدبية التي تتعلق بالعلاقات، علاقة الله بالخليقة، علاقة الله بالآخر، بالآخر جوه الثالوث وبالآخر من الخليقة اللي هو الأدبية. مين كائن أدبي آخر موجود ربنا بيكون علاقة معاه؟ الإنسان. فإيه الصفات اللي في ربنا اللي بتتعلق بعلاقته بينا؟ ففصلنا الحاجتين عن بعض وسمينا دي صفات طبيعية، وقلنا مفتاحها إنه infinite، إنه غير محدود. تشرح بقى السبع حاجات اللي جواها، وسبع صفات بتتكلم عن الصفات الأخلاقية اللي بتتعامل فيها مع الإنسان. طبعا ممكن نحط فيها، ممكن أي صفة نفردها 3-4-5 صفات، فتطلع في الآخر كتار 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 كتار. كل ما زادت صفات الشخص كل ما معناه أن أنا مش فاهمه، كل ما معناه صعبة فهمه، لأن صفات كتير قوي وما بعصرة. لكن التركيبة اللي موجودة في هذه الدراسة بتقدم صورة واضحة، واضحة جلية جميلة عن الله. أهم ما في القضية ديت، وده اللي أنا عايز أقف عندها أكتر، إنه جينا قلنا في الصفات الأدبية اللي عند ربنا، هل في صفة مفتاحية؟ هل في صفة أساسية بتخرج منها الصفات؟ ولا الصفات ملاش علاقة ببعضها، هي مرصوصة جنب بعضها كده؟ لو مرصوصة جنب بعضها يبقى الشخصية دي مفيش ما يجمعها، مفيش ما يحكمها. لكن لو هي في صفة أساسية تبقى الشخصية دي بسيطة واضحة متماسكة راكبة في بعضها، سهل بالصفة الرئيسية دي أفهم الباقي، وسهل بالصفة الرئيسية دي أفهم باقي الحقائق الروحية اللي بتتعلق بربنا، زي ما قلنا أنه هو المرجع للي بعرفه. حد متابع أنا فاهم بقول إيه؟ مش كده في الدراسة بتاعت شخصية الله قلنا المحبة. المحبة ليست أحد الصفات لكن هي الصفة الحاكمة. الله بار، الله قدوس، الله محب، مش محب، محبة. الله محبة، ده اللي بان بوضوح شديد في العهد، ده الإعلان بتاع العهد الجديد. زي ما الإعلان بتاع العهد الجديد عن الله إنه أب، أبي، الله الآب، إعلان واضح جدا عن أبوة الله في العهد الجديد، إعلان واضح جدا إن هذا الأب أب إيه؟ محب. المحبة، المحبة هي الصفة الحاكمة. وزي ما كنت بقول في الحلقة اللي فاتت، إن 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 في ناس بتقول لا، الصفة الحاكمة في الله هي القداسة، أو المحبة والقداسة والعدل متساويين والباقيين طالعين منهم، أو لا خالص ما فيش حاجة كده، هم كلهم جنب بعض. فجنب بعض دول هنحط صفات كتيرة جدا 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 جدا، وحنبقى يعني متشابهين مع بعض العقائد الأخرى اللي فيها بعصرة في الصفات الإلهية، لدرجة في الآخر أنا مش عارف أنا بتعامل مع إيه في إيه. ليه في فلسفة هذا المنهاج بنقول أن المحبة هي الصفة الحاكمة في الشخصية الأدبية الإلهية؟ لأن من المحبة بتخرج الحاجات التانية، زي ما هو موجود في الكتاب وزي ما هو موجود في العقل. مثلا هل المحبة والرحمة متساويين، ولا الرحمة ناتجة من الحب؟ لو الرحمة والمحبة متساويين ما كانش يقول الله من أجل محبته الكثير، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثير، ما كانش حط العبارة كده؟ غني في الرحمة من أجل محبته الكثير، عمل ربط هنا ما بين المحبة وما بين الرحمة، وجعل الرحمة ناتجة من الحب بالعقل كده. أنا بحبك هرحمك، أنا مش بحبك هرحمك ليه؟ أنا بحبك فلما بتغلط في حقي أرحمك، أنا مش بحبك أرحمك ليه؟ أصلا رحيم ملاش أي معنى، صارت الرحمة بلا معنى، فهم؟ لكن برحمك لأني بحبك، أنا بحبك أصلا بدون شروط، ولما بتغلط بفضل أحبك لأني أنا بحبك، مش بحبك لأنك، بحبك لأني أنا اخترت أني أحبك، فلهذا أرحمك عندما تخطئ. الكتاب ربط بين هذه الصفات بعدها وبين بعضها، فجعل الشيء يخرج من الشيء الآخر. فدي أحد الأسباب اللي قلنا إذن المحبة صفة حاكمة. سبب تاني، إن لما جاي يقول لنا الوصية، قال الوصايا كلها تجتمع في كلمة واحدة، تحب رب إلهك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، والاثنين زي بعض، مظبوط؟ لما تكون الوصية الحاكمة هي الحب،
تبقى الصفة الحاكمة هي إيه؟ هي الحب. يبقى لي معنى إن هو يعيش الحب فيوصيني بالحب. يبقى لي معنى. لو كانت الحاجات زي بعضها كان قال أوصيك بكذا وبكذا 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 وبكذا، لكن هو قال هي كلمة واحدة تجمع الناموس والأنبياء. وبعدين بولس والأخر كلهم كرروا العبارة ديت، إنه المحبة لا تصنع شرا بالقريب، المحبة هي تكميل الناموس، مش كده؟ فمش مجرد قالها المسيح مرة، لكن قالت مرة ومرات 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 ومرات، إن الوصية تجتمع في الحب. الذي يحبني يحفظ وصاياي، وهذه هي وصيتي أن تحبوا بعضه، وهذه هي وصيتي، مش هذه هي وصاياي، هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا أوصيك أن تحبوا بعضكم بعضا. كروس 13 بيشرح لنا المحبة بتعمل إيه. هي بتعمل كل حاجة، لا تحقد ولا تقبح ولا تظن السوء ولا تطلب من نفسها ولا تحتد ولا 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 لا، ما هي كده. لما بحبك مش هصنع لك شر، فبالتالي بما أني مش هصنع لك شر هصنع لك خير. هي دي القداسة. هي القداسة أني ما غلطش حقك، ما غلطش حق ربنا. فالحب يؤدي إلى الإيه؟ إلى القداسة. يبقى حتى القداسة ناتجة من الإيه؟ من الحب. ليه ربنا مش هيغلط في حقي؟ عشان هو ما بيغلطش. ليه ما بيغلطش؟ لأنه بيحب، واللي يحب ما يعملش إيه؟ ما يغلطش. فخلى إذن المفهوم عن الله واضح، وخلى إني أنا أتمثل بربنا بقت واضحة، إني أحب. إني إيه؟ أحب. ربنا مش بيوصيني 100 حاجة، مش بيطلب مني 100 حاجة، هو مش عارف أعمل ليه ولا دي ولا دي، لا 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 لا. هي القضية، هي قضية الحب، إني أستقبل محبة الله فأحب الله، أستقبل محبة الله فأحب أخي، فبالتالي هرحم، وبالتالي هعيش الحياة القداسة، وبالتالي هعيش عدل مش أعوج، لأني بحب. خلصت خلصت. ففي reason behind it، في سبب وراء الفكرة، مش مجرد بنقول درس. ايه اللي ورا الدرس ده؟ ايه اللي ورا الحقيقة ديت؟ ايه جمال هذه الحقيقة؟ انا واضح؟ فالتقسيمة دي في مدرسة المسيح وراها فلسفة، وبكل اسف مختلفة اختلافا بينا مع كثير من كتب اللاهوت النظامي، بكل اسف. مع ان اللي اكتشف الحقيقه دي وعلمها بهذا الوضوح تشارلز فيني، كان واحد من اعظم الذين استخدمهم الله عبر العصور، مش بس لخلاص الناس، ان يعيشوا الحياه المقدسه، ان يعيشوا الحياه المقدسه. فالراجل ده مختبر وفاهم، وهو اصلا محامي، وهو اصلا كان ملحد وامن بربنا وتعمد بالروح القدس بشكل رهيب، وربنا استخدمه بقوة هائلة لتغيير حياة الناس وبنهضة عظيمة في ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كان وراء ده فكر القداسة اللي نابع من إيه؟ من الحب. حب. عشان كده اعتبر الصفات التانية بتاعت ربنا attributes of روافد الحب. روافد الحب يعبر عن نفسه في الرحمة. الحب بلا شروط، فبحب ولادي زي بعض لأني بحبهم بلا شروط، فبحبهم بالتساوي. لو بحبهم بشروط مش هحبهم بالإيه؟ بالتساوي. لكن لو بحبهم بلا شروط هحبهم بالتساوي. فربنا بيحبنا بالتساوي لأنه بيحبنا بلا شروط، فما حدش ربنا بيحبه أحسن أكتر من حد. لا 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 لا، بس إحنا مش بنعمل كده عشان إحنا بنحبه بشروط، بس هو المحبة بتاعته بلا شروط، فبيحبنا بالتساوي. فعادل، فهو عادل في إيه؟ عادل في حبه، لأنه بيحبنا زي بعض. ليه؟ لأنه ما عندوش خيار وفقوس يحكم بغير محاباة، ما عندوش محاباة. ليه؟ لأنه بيحبنا كلنا، وبيحبنا كلنا بلا شروط، فبيحبنا كلنا قد بعض. فيليب يانسي كتب في واحدة من الكتب العبارة دي الجميلة جدا لفهم وإدراكه عن هذه المحبة الغير مشروطة، قال إنك لا تستطيع أن تفعل شرا يجعل الله يحبك أقل، ولا تستطيع أن تفعل خيرا يجعل الله يحبك أكثر. ربنا مش بيحبك عشان اللي أنت بتعمله، ربنا بيحبك لأنه هو محبة وبيحبك بلا شروط. مفيش حاجة هتقلل حبه ومفيش حاجة هتزود حبه. هل يبقى إيه الفرق بين واحد والتاني؟ الفرق بين البار وبين الفاسق والشرير؟
هو بيحب الاثنين زي بعض، بس ده مستمتع بمحبة ربنا وعايش فيها، وده مش مستمتع بمحبة ربنا ومش عايش فيها. فرق كبير قوي الاثنين، مش فارق في حب ربنا. المحبة غير مشروطة، العلاقة مشروطة، لأن العلاقة بين طرفين، بس المحبة اللي من اتجاه واحد مش مشروطة، مش مشروطة. الفهم ده يغير ملامح كل حاجة، كل حاجة، ويخليني ما أسعاش إن ربنا يحبني، أسعى إني أستمتع بمحبة ربنا، مش أزود حبه ليا، أحبه أنا. فلما أحبه أستمتع بالحب الموجود أصلاً، فاهميني؟ أنا مش بإنشيات محبة الله بيا، أنا مش بستفزه عشان يحبني، هو بيحبني. أنا المطلوب مني أن أكتشف هذا الحب، أني أبادل هذا الحب، أني أستمتع بهذا الحب، أني أعيش في هذا الحب، ده المطلوب مني. أسهل قوي من أني أرضيه عشان يحبني. العبارة اللي دايما بقولها في وعظات كثيرة، ربنا مش عايزنا أن نرضيه، ربنا عايزنا نستمتع به. دي عكس كل ما يفكر الإنسان بالذات المتدين، يسعى لإرضاء الله، عكس تماما اللي ربنا عايزه، لان الله محبه، مش عايزني ارضيه، عايزني استمتع بيه. انتوا فاهمينه غلط، لان ما فهمتش ان الله محبه. فهمي ان الله محبه يغير نظرتي تماما لله وللعلاقه معاه. لما بنيجي نقول ربنا ما بيزعلش مننا لأنه بيحبنا، بيزعل، بيزعل، بيزعل جدا، بس ما بيزعلش مني، بيزعل لأنه بيحبني. طبعا احنا مش بنعرف نعمل كده لما بنحب بعض، احنا بنزعل من بعض عشان محبتنا مشروطة، وعشان محبتنا محدودة، عشان محبتنا خايبة. لو بنحبه، لو بنحبه زي ما هو بيحبنا بلا حدود وبلا شروط، قصة تانية خالص، قصة تانية. مين بقول ايه يا امان؟ انا مش بتكلم هنا عن محبة ربنا، بتكلم عن الفلسفة، الفكرة ان دي الصفة الحاكمة، الصفة الحاكمة. يقول لك مراحمه على كل اعماله. مراحمه هنا اغلب المرة اللي جت في العهد القديم كلمة رحمة، هي مش رحمة، مش ميرسي، هي love and kindness، هي المحبة المتحننة. مراحمه على كل اعماله يعني ايه؟ يعني اي حاجة ربنا بيعملها الحاكم بتاعها الحب المتحنن. الدافع الرئيسي في كل أعمال الله الحب المتحنن. خلصت. ما تقوليش إن دي متساوية مع الرحمة أو مع العدل أو مع الحق أو مع، مش متساوية إزاي؟ هي دي اللي طالع منها كل حاجة، كل حاجة تانية بتكتسب معناها وقيمتها وجمالها منها خارجة من الحب. طيب تطبيق عملي، تطبيق عملي. لو أنا فهمت كده أن ربنا الغير محدود في القدرة، الغير محدود في الحب، لو في ضوء ده بقى الكلمتين دول الأساسيتين في معرفة يبقى الله، ورحت جايب بقى نظرية زي نظرية الاختيار. إيه نظرية الاختيار؟ نظرية الاختيار بتقول أن ربنا لقى العالم كله هالك، وبإنسان واحد دخل الخطيئة للعالم، وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، كله راح. فربنا عايز يظهر رحمته، وعايز يظهر إنه gracious، يعني كريم وعنده نعمة كده، وإنه يعني إنه كويس. فقال إيه؟ أخلص شوية، أخلص شوية. فمد إيده كده وقال هخلص شوية دول، اختار شوية للخلاص، اختارهم بمزاجه. طيب هما كانوا عايزين، لا هما فاقدين الإرادة. وفي النظرية دي بتقول irresistible grace. يعني إيه irresistible grace؟ يعني النعمة بتاعت ربنا اللي خلصت الناس دي لا يمكن إنسان أن يقاومها، يعني ما خدش إذنه، ما خدش إذنه، هو حط فيه الرغبة وحط فيه الإيمان فخلص. يعني مش هو اللي جاب الإيمان في قلبه، ولا هو اللي جاب الإرادة، ده ربنا. الراجل ده ميت وربنا عدى على شوية أموات كده فقال انت تحيا، انت تحيا، انت تحيا، انت تحيا، فاحيا شويه ناس بعمله اللي ما فيهوش اي تدخل انساني خالص، الانسان دوره صفر. دي نظريه الاختيار.
طيب نجيب النظرية دي في ضوء من هو الله، مش بقى في ضوء الكتاب المقدس، طبعا عندنا آيات ضدها بالهبل بالهبل، احنا هنجيبها في ضوء من هو الله، الغير المحدود في قدرته وغير محدود في محبته. لو انت تقدر تخلص انسان غصب عنه، مش بكيفه، لازم غصب عنه مش بكيفه، لو انت تقدر تعمل كده وعملت كده مع شوية ما عملتش كده مع الباقي، يبقى حاجة من اتنين، يا انت مش بتحب الكل وحبيت دول فنجتهم، يبقى محبتك ايه؟ محدودة، هما دول حبوهم بدون شروط، فاهم؟ بس المحبة المشروطة دي، محبة الغير مشروطة دي، محبة ايه؟ محدودة. قدرت تحب دول بس، او انك بتحب الكل والله محبة وهكذا حب الله العالم كله، وعندنا آيات كتير عن الحب، بس ما تقدرش تخلص الكل، فخلصت إيه؟ شوية نقيتهم. النظرية دي بتقول يا إما ربنا غير قادر يا إما ربنا غير محب. أمام من هو الله هذه النظرية، أمام من هو الله هذه النظرية يحصل لها إيه؟ تسقط، تسقط بالتلاتة. النظرية دي اتعملت عشان تبين قد ايه ربنا رائع، النظرية دي اتعملت عشان تمجد الله، النظرية دي اتعملت عشان اي واحد يخلص يقول انا ملياش فضل ده ربنا، فيعطي كل المجد لله. يعني هدف هذه النظرية اعطاء مجد لله. في حقيقة الامر هذه النظرية تتهم الله في اعمق امرين، في قدرته ومحبته. حد فاهم بقول ايه؟ مركزية الله في المعرفة، مين هو؟ أي نظرية، أي حقائق بنعلمها تتعارض مع من هو الله تسقط، تسقط. بس لازم أبقى عارف ربنا الحقيقي. لو ربنا بالنسبة لي مش إله الحب، في نظريات كتير تمشي. لكن الحب الغير محدود، الحب الغير مشروط، يغير نظرتنا لأشياء كثيرة نسمعها ونتعلمها، لأنها في ضوء من هو الله. الكلمتين الموجودين دول، النظرية دي اتهام لربنا وليست تعظيم أو تمجيد لربنا. أنا واضح؟ فلسفة هذا المنهاج تقوم على المعرفة الحقيقية عن الله بصورتها الرائعة البسيطة الواضحة في شخص يسوع المسيح. النعمة والحق بيسوع المسيح صار. اسم ربنا اتغير في العهد الجديد، عنده أسماء كثيرة في العهد القديم. إيه الاسم الرئيسي اللي في العهد الجديد؟ دي صفة، اسمه صفة غير الاسم. احنا بكل أسف بناخد أسماء الله ونعملها صفات، الاسم غير الصفة، الاسم بيعبر عن صفة لكن هي مش الصفة. إيه الاسم الرئيسي اللي موجود في العهد الجديد اللي بتكرر كتير؟ بيقول الله أبو ربنا يسوع المسيح. الله أبو ربنا أو الله الآب، الآب أو أبو ربنا يسوع المسيح. ياما في الوعظ بقى من نوعظ بأسماء الله اللي من عند قديم اللي مش هي الله أبو التحديد ده. مين ربنا؟ مين ربنا الحقيقي اللي هو أبو يسوع المسيح؟ لأن يسوع المسيح هو اللي ورانا الله الحقيقي. الإبن هو اللي جعل الأب معروفا، فاهم؟ فأبو يسوع اللي يسوع وراه لنا، ها هو ده ربنا. أي حاجة غير عن ربنا اللي شفناها في الابن اللي قالها لنا عن الاب تبقى معرفة خاطئة. بس خلاص دي الفلسفة يا جماعة، دي الفلسفة، ده الفكر اللاهوتي اللي وراء هذه المدرسة. نقولها تاني، اللقب الرئيسي الله أبو ربنا يسوع المسيح. حدد من هو، لأن كلمة ربنا ديت كلمة، أي إله اسمه ربنا، اسمه الله مش كده؟ فاهم؟ ما هو ده مش اسم، ده دي ده 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 لقب، ده مش الاسم. يعني له أسماء في العهد القديم زي يهوذا، ده يهوى، ده إلهيم، فعندنا أسماء الشداي، عندنا أسماء. الله دي بالنسبة لنا الإله، لكن اسمه
إيل إلوهيم يهوه الشداي، دي أسماء بتعبر عن كينونة، لكن دي الأسماء. الاسم الرئيسي في العهد الجديد أبو ربنا يسوع المسيح أو الله الآب. الآب أبو ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لأن يسوع المسيح الابن هو اللي ورانا مين؟ الآب. من رآني فقد رأى الآب. فإحنا شفنا ربنا عيانا بيانا بوضوح في الابن. اللي قاله لنا الابن عن الآب هو ده ربنا. أي حاجة تتعارض مع اللي الابن قاله لنا عن ربنا يبقى مش هو إيه؟ ربنا. سهلة؟ بس غلط. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب فلم يعرف الله، لأن الله محب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه من أجله. يا جماعة، العهد الجديد هو أنشودة الحب، هو إعلان الله عن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. استعادة للقيمة للحب الحقيقي، الحب الغير المشروط، الحب الغير محدود، الصفة الحاكمة في الله اللي من خلالها أفهم الكتاب المقدس كله، ومن خلالها أي حاجة تتعارض مع الحقيقة دي يبقى أنا فاهم غلط. أنا فاهم غلط. واضح؟ واضح؟ أنا خدت مثل اللي هو الاختيار، في أمثلة تانية كتير، بس يعني عشان خاطر أنا معروف إن أنا لا أؤمن بالاختيار فأخد راحتي يعني، لكن حاجات تانية كتير يعني أصعب من الحكاية دي. أربعة، من ضمن فلسفة هذا المنهاج، من ضمن عواميد هذا المنهاج، تشابتر كامل اسمه سلطان الله ومسؤولية الإنسان، اللي هي القوانين التي وضعها الله لحكم الخليقة. في ناس كتير قوي ما تروحش للذعة ده، احنا مالنا، احنا مالنا يعني ربنا حط القوانين؟ ما فيه احنا عارفين فيه القانون الجاذبية والإلكتروماجنتيزم والمش عارف ايه والنظرية النسبية اللي اكتشفها اسمه، يعني يعني احنا مالنا احنا بالحاجات ديت؟ لا، احنا لينا دعوة كبيرة قوي، لان القضية ديت قضية بتجاوب على اغلب الاسئلة اللي ما عندناش لها اجابات. بتحط الحاجات في البرسبكتيف، في الزاوية بتاعتها المظبوطة. جزء كبير جدا من الالحاد في العالم النهاردة بسبب ما نسميه قضية الألم. إذا كان ربنا موجود، لماذا يسمح بهذا الألم؟ لماذا يسمح بهذا الظلم؟ لماذا يسمح بهذه الأمور؟ فاهم؟ لأن الناس عندها فكرة عن ربنا سلطانه، دي غير صفاته، سلطانه بقى إن هو سلطانه مطلق، بمعنى إن هو كل حاجة بتحصل لازم يوافق عليها ويكون راضي عنها. يعني مش بيسمح بيها غير لو هو إيه؟ راضي عنها. لانه يسمح بحاجه مش راضي عنها يبقى صاحب سلطان ايه ده؟ لازم يكون راضي على الحاجه. فاي حاجه بتحصل هي بسماح الله تبقى برضا ربنا. يا نهار ابيض، لا يا نهار اسود، ابيض ايه ده؟ اغلب اللي بيحصل زفت وربنا راضي على الزفت. ففهمي للقوانين ديت هو اللي يخليني عندي اجابه، وبيحط الإنسان تحت المسؤولية، الإنسان الخاطي والمؤمن. إحنا مش عايزين نتحمل المسؤولية، فعايزين ربنا إيه؟ يشيلها. يشيلها. وعشان نعظمه برضو، ما عشان نعظمه يبقى في نظرية الاختيار، وعشان نعظمه نقول ربنا المتسلط في مملكة الناس، متسلط في مملكة الناس. إذن أي حاجة بتحصل، أي سلطان، واحد سلطانه عنده سلطة، فهم؟ أي مش هيسمع بقى حاجة تحصل غير لو هو إيه؟ موافق عليها. هل ده اللي قاله الكتاب؟ هل دي القوانين؟ هل ده الواقع؟ هل ده أي حاجة؟ ده لو كان كده دي تبقى فعلا ربنا مش حلو أو مش موجود. وده السؤال اللي الناس النهاردة بتسأله. الفصل ده في غاية الأهمية في فهمي في القوانين اللي بتتحكم في علاقتي بربنا، القوانين الأخلاقية المطلقة اللي ربنا وضعها. واضح إن معاد حلقتنا خلص، فاسمحوا لي نختم ونحكي في الموضوع ده، لأن أفتكر حيبقى عندك أسئلة كتيرة في اللي فات وفي اللي جاي دوت الحلقة اللي جاية. عزيزي المشاهد، أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة، أشكركم أحبائي عشان إصغائكم الشديد
يعني مش نايمين، حاجة تفرح القلب. فإلى أن نلتقي أحبائي، ربنا معك. مجدست المسيح. عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معك.